السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أيها المشاهدين الكرام في حلقة جديدة متابعين قناة مستر علي للمعلومات. اليوم في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على أداة أو برنامج رائع جدا سوف يساعدكم في تصحيح النصوص والأخطاء الإملائية باللغة الإنجليزية. قبل أن نبدأ في شروح حلقة اليوم، قناة مستر علي للمعلومات تتمنى لكم رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم بخير. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بالجديد دائما. على بركة الله لنبدأ. اسم هذه الأداة أو البرنامج اسمه جرامرلي. من خلال هذه الأداة أو هذا البرنامج سوف تقوم بتصحيح أخطاء النصوص والكلمات الإملائية باللغة الإنجليزية بدون الحاجة إلى تعديل النصوص بالطريقة اليدوية. كما أن هذا البرنامج ليس مجاني، فهناك نسختين من هذا البرنامج، هناك نسخة مجانية ونسخة مدفوعة. اليوم سوف نتحدث عن النسخة المجانية. بعد أن تقوم بالدخول إلى هذا الموقع سوف تقوم بإنشاء حساب على هذا الموقع. بتسجيل الدخول. بعد ذلك بما ليس لدينا حساب على هذا الموقع سوف تقوم، إذا كان لديك حساب سوف تقوم بالتسجيل عن طريق جوجل أو فيسبوك. سوف نضغط I don't have an account. بعد ذلك سوف نقوم بالتسجيل بأحد الحسابات. بعد ذلك نقوم بإدخال الباسورد الخاص بنا، ثم نقوم باختيار الاسم، ثم نضغط على انجري اند سيجن اب. يبدو ان هذا الايميل موجود فعلا في هذا الموقع. ساقوم باختيار ايميل اخر. ونقوم بتغيير الاسم المستخدم. بعد ذلك نضغط على agree and sign up. بعد ذلك سوف تقوم بتسجيل الدخول مباشرة، ففي هذا الموقع ليس هناك حاجة إلى أن تقوم بتأكيد الحساب على هذا الموقع. بعد ذلك ستختار work أو school. بطبيعة الحال سوف نختار work، ثم تختار احد المجالات الماركتينج او كاستمر سبورت او كوميونيكاسيون او اتصالات. نختار الكوميونيكيشن. ثم نضغط على كونتينيو. فالموقع سوف يقوم باختبارك عبر هذه الأسئلة. هنا يجب أن تنتبه جدا، هناك نسختان، إما أن تقوم بشراء عضوية عبر هذا البرنامج. نحن فقط المهتمون فقط بالنسخة المجانية فقط. سنضغط على continue. بعد ذلك سوف ينفتح معنا الموقع. فهذا الموقع يوفر لك العديد من الخاصيات، فهناك نسختين يمكنك الحصول عليها عن طريق سوف نتجاوز هذه الخطوة.
سوف تنبت تقول لنا هذه الصفحة، يعني صفحة القيادة الخاصة بك. بعد ذلك سوف نتعرف على طريقة استخدام هذا البرنامج. فهذا الموقع يوفر لك برامج على الحاسوب أيضا، وأيضا هناك إضافة على متصفح جوجل كروم وعلى الأندرويد أيضا وعلى الآيفون. قم باختيار الذي يناسبك. مثلا سوف نقوم بتحميل برنامج جراملي على الحاسوب، أو يمكنك تثبيتها على المتصفح الكروم. أنا لدي هذه الإضافة، سأقوم بتجربها الآن. ويمكنك أيضا أن تقوم برفع الملفات بامتداد وورد، فقط يجب أن تقوم برفعها على هذا الموقع. سوف نتوجه إلى هذا الموقع، يعني جوجل دوك. بعد أن تقوم بتحميل نسخة الويندوز، قم بتثبيتها على جهازك. يبدو أن هذا البرنامج جراملي لا يعمل على ويندوز 7، فهو يعمل فقط على الويندوز 10 فما فوق، ولهذا سوف نستعين فقط بجوجل دوك وخاص، وإضافة الجراملي على متصفح جوجل كروم. بعد أن تقوم بفتح جوجل دوك، سنقوم الآن بتجربة هذه الإضافة أو هذه الأداة على موقع جوجل دوك. بعد ذلك سوف نتوجه إلى أحد المواقع التي توفر لنا نصوص باللغة الإنجليزية. سوف نتوجه إلى أحد المواقع التي يوفر لنا مقالات باللغة الإنجليزية بدون حقوق الطبع والنشر. بعد ذلك سأختار المجال الذي يناسبني. أنا سأقوم بنسخ على هذا الشكل، أو يمكنك نسخها بالكامل. ثم نتوجه إلى جوجل دوك، ثم نقوم بعمل كولي. بعد ذلك سوف نقوم بالتعديل على هذه المقالة، نضعها في المنتصف. انتبهوا معي هنا، يعني أن الكلمات التي عليها خط بالأحمر هي يعني هذه الكلمات التي يجب أن تقوم بتصحيحها عبر أداة جراملي. فهذه الأداة سوف تساعدكم بتصحيح الأخطاء الإملائية في النصوص. مثلا Professional Locking، بمجرد أن تقوم بالضغط على الكلمة التي عليها الخط بالأحمر، ستقوم بالضغط هنا وستقوم بتصحيحها مباشرة. وهكذا يتم تصحيح النصوص بطريقة سهلة جدا وبدون تعب. ستقوم بهذا الشكل بتصحيحها على هذا الشكل، وتحصل في النهاية على نص صحيح وبدون أخطاء. كما قلنا في البداية أن هذا الموقع يوفر لك عضوية مجانية وعضوية مدفوعة.
إذا أردت أن تحصل على العضوية المجانية فقط فيها مميزات محدودة فقط، ولهذا يجب أن تقوم بشراء، أنصحك بشراء العضوية المدفوعة على هذا الموقع التي توفر لك العديد من المميزات يمكن الاستفادة منها على هذا الموقع. ويمكنك أيضا أن تقوم برفع الملفات التي تريد أن يقوم الموقع بتصحيحها بالضغط على أبلود، مثلا أريد أن أقوم برفع هذه المقالة على سبيل المثال. يجب أولا أن تقوم بنسخها على هذا الموقع ولصقها، بعد ذلك ستقوم باستخراجها أو عمل إكسبورت لهذه المقالة بامتداد أو بصيغة الوورد. ثم نعود إلى الموقع ونقوم برفع هذا الملف. وننتظر قليلا حتى يتم رفع الملف. ثم نزيل هذه، وهذه هي المقالة التي قمنا برفعها. فقط قم أنت بتصحيح هذه الأخطاء على هذا الشكل بالضغط هنا حتى تصبح باللون الأخضر. بهذا الشكل يتم تصحيح النصوص والكلمات الإملائية باللغة الإنجليزية بطريقة سهلة وغير صعبة. فهذه طريقة أفضل من الطريقة اليدوية التي تقوم بتصحيحها يدويا كلمة بكلمة، وأنصحكم بهذه الطريقة. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية الحلقة، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. أتمنى أن يكون هذا الشرح قد أفادكم، وإلى اللقاء في الحلقة القادمة إن شاء الله. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى تتوصلوا بجديد دائما، وإلى اللقاء.